معانا من كسلا محمد محجوب. الو مرحبا يا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، انتم طيبين يعني. انت طيب ان شاء الله، تفضل. قليل الشيخ يا اخي، المال مال الابن فهل الوالد يحجبه؟ نعم. ايش؟ مال مال الابن. مال الابن، ايوه. ايوه. كويس. ولد ما حج يعني. ايوه. شكرا لك. شكرا. الله يبارك فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للولد أنت ومالك لأبيك. مال الولد يعتبر مال اللبو. والعلماء قالوا يجوز للبو يأخذ من قروش ولده بدون إذنه للحاجات الضرورية، لكن ما بيقرض التبذير. ما يخم ويبذر، لا، احتاج لحاجة يمكن يشيل من قروش ولده بدون إذنه، لأنه مال ولده ماله. لكن ما بدون تبذير. هسا فرضنا اللبو ما شاء الله، وكان قدر الحال رزق اليوم باليوم، وعلم أولاده ما شاء الله، أولاده اشتغلوا موظفين كبار، تجار كبار، وعندهم الاستطاعة المالية، لكن هم ما عنده. يبغى الحالة دي يدي تعليمات لأولاد، يا أولاد أنا ما أديت حقة الفريضة، وأنتم إن شاء الله مروقين، أدفع عليك كل جرايات الحج عشان أمشي أحج. ممكن يديهم تعليمات كده، لأنه مال ولاده ماله. نعم.